الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة اعتبارا من مارس المقبل. شكري يواصل زيارته إلى نيقوسيا، يبحث مع الرئيس القبرصي ووزير الخارجية علاقات البلدين والأوضاع في غزة. تواصل سقوط شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المكثف على غزة، وبلينكن يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بأكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة يتم تنفيذها اعتبارا من مارس المقبل. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه. وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيه إلى 475 جنيه، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه،
و 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه. قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار يشكر شكرا عميقا رئيس الجمهورية ويثمن عاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة. وقال رشوان إن مجلس الأمن أمن الحوار يعتبر هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على ضرورة إحراز تقدم ملموس من أجل التوصل إلى التهدئة بقطاع غزة. واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي أيضا جهود المصرية الهادفة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار بقطاع غزة بما يحمي منطقة الشرق الأوسط من اتساع رقعة الصراع. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآخر المستجدات على الساحة العالمية. ويناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددا من الموضوعات، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإجراء أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، كما يناقش تنفيذ قرارات ضبط الأسواق التي أعلنت عنها الحكومة إلى جانب مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات. نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج، وألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسيرجي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أن احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتي إعلاء للقيم والمبادئ التي أرساها الرسول الكريم والاقتداء بسيرته الشريفة في العمل والعطاء
والوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم. حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر عددا من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير نظم وأساليب التدريب القتالي للفرد المقاتل داخل الوحدات والتشكيلات. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي من مدير إدارة المشاة والأسلحة والذخيرة تناول شرحا لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة. أعقبها المرور على معرض لمنظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محليا داخل القوات المسلحة. التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجية بمقر الرئاسة القبرصية. تناول الاجتماع مجمل علاقات البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. كما تستهدف الزيارة أيضا تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الحرب في غزة. كما عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مغلقا مع نظيره القبرصي جرى خلاله بحث العديد من الملفات، ملفات التعاون بين البلدين. خلال زيارته لنيقوسيا قام وزير الخارجية سامح شكري بالتوقيع على كتاب زائري وزارة الخارجية القبرصية الذي تم استحداثه كتقليد جديد للزيارات ليكون أول الموقعين به. حرص وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس على أن يكون الوزير شكري أول الموقعين بالكتاب الجديد في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 25 بعد المئة. وقصف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة وتحديدا في أحياء الرمال والصبرة والزيتون. كما استشهد عدد آخر جراء استهدافهم بمسيرات إسرائيلية في أزقة المنطقة الغربية من مدينة غزة وشوارعها، حيث تم منع سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الجرحى للمستشفيات. هذا وارتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 27,708 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما أصيب 67,174 آخرون. تتزايد المخاوف حول مصير أكثر من 1,000,000 فلسطيني محاصرين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث تستعد إسرائيل لشن هجوم بري على المدينة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهجوم على مدينة رفح بعد مرحلة أولى تركز فيها القتال على شمال القطاع ووسطه. مخاوف متصاعدة حول مصير أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني يعيشون ظروفا إنسانية ومعيشية يائسة في مدينة رفح، حيث يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري جديد على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة. فبعد مرحلة أولى تركز فيها القتال على شمال القطاع، تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وسط غزة وجنوبها، خصوصا مدينة خان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا جويا متواصلا. وبالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أمر جيش الاحتلال بالتحضير لهجوم على مدينة رفح، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات إقليمية لا تحصى للهجوم الإسرائيلي على رفح،
واصفا الامر بالكابوس الانساني. من جهته قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين انه فيما يتعلق برفح فان المسؤولية تقع على اسرائيل لبذل كل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين، وهو ما يبدو بمثابة الضوء الاخضر لدولة الاحتلال لتنفيذ اجتياح بري للمدينة. اما حركة حماس فقد اعتبرت ان اصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي في الحرب في قطاع غزة يؤكد انه يهدف الى ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وفي اول تعليق لحماس عقب اعلان نتنياهو امره الجيش الاسرائيلي بالتحضير لهجوم على رفح، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن المقاومة الفلسطينية ستبذل كل جهدها لحماية الفلسطينيين سواء في الميدان أو في الحراك والجهاد السياسي لوقف العدوان. لكن إسرائيل لم تنتظر حتى قرار الاجتياح البري لرفح، فقد قامت على مدار الأيام والشهور الماضية بقصف جوي ومدفعي لعدد من المناطق التي كانت قد وصفتها في البداية بأنها آمنة، وهو ما أسفر عن سقوط المئات بين شهيد وجريح فضلا عن الدمار الواسع بالمدينة. قال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده منفردا عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد حركة حماس يوجد مجالا للتوصل لاتفاق بقطاع غزة. What I can tell you about these discussions is that while there are some clear non-starters in Hamas's response, هناك أمور من الواضح أنها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانا للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه. قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن وقف العدوان بشكل مباشر وفوري على الفلسطينيين يعد عنوان الهدوء والاستقرار بالشرق الأوسط. نجدد تأكيدنا أن عنوان الهدوء والاستقرار في المنطقة هو وقف العدوان الصهيوني على شعبنا بشكل مباشر وفوري، وإنهاء الاحتلال الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا، ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني، وتمكين شعبنا من إنجاز حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن استهداف وكالة الأونروا يعد استهدافا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. ونحذر كذلك من التساوق مع مخططات الاحتلال في استهداف وكالة الأونروا، ونعد ذلك مؤامرة تهدف إلى تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وعقوبة جماعية ضد شعبنا وتشديدا للحصار عليه. وقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنهم يثمنون موقف مصر الرافض لكل محاولات تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم. نجدد هنا تثميننا لموقف جمهورية مصر العربية الشقيقة في رفض كل مخططات الاحتلال ومشاريعه العدوانية حول محور فيلادلفيا، ونحذر من خطورة أجندات العدو النازي في ارتكاب المزيد من المجازر بحق أهلنا النازحين بغرض التهجير القسري. كما ندين بشدة كل خطوات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني المجرم القاتل للأطفال والنساء. قالت المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة إنها أوقعت عشرات الجنود الإسرائيلي ما بين قتيل وجريح إثر معارك ضارية تركزت بغرب مدينة خان يونس. لليوم الرابع والعشرين بعد المئة تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزة. تنوعت عمليات المقاومة ما بين قمص الجنود واستهداف الآليات والدبابات الإسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة واستهداف القوات الخاصة بقذائف التي بي جي المضادة للتحصينات ودك تجمعات العدو بقذائف الهاون والصواريخ، حيث أكدت المقاومة تدمير وإعطاب عدد من الآليات في مختلف محاور القتال. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قمص ضابط إسرائيلي في محور التقدم في منطقة الجامعات بغرب مدينة غزة ببندقية الغول القسامية من عيار 14.5.
ودكت قوات القسام تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون، كما استهدفت قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك جيم غرب مدينة خان يونس بقذيفتين مضادتين للأفراد، وتم الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا دبابة من نوع ميركافا غرب حي الصبرة في مدينة غزة. من ناحيتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق طيارتين انتحاريتين من نوع صياد وسحاب تجاه تجمعات وآليات العدو غرب غزة. وفي عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى لواء العمود أعلنت السرايا قصف تجمعات لجنود العدو في محيط الجوازات في محور التقدم غرب غزة، كما أطلقت رشقات صاروخية قصفت بها المواقع والتحشدات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم. في المقابل كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وارتكب جيش الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في شمالي ووسط القطاع، وطال القصف المدفعي محيط مراكز الإيواء في محافظة خان يونس لدفع الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه رفح التي تعرضت لقصف زوارق الاحتلال الحربية وسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي. ونعود إلى رفح مرة أخرى، تحديدا العريش، ومن هناك الزميل أحمد سعد الدين مراسلنا من العريش. أحمد، يعني بالتأكيد نريد أن نتعرف على آخر التطورات والوضع لديك. تحية لك وتحية لمشاهدينا الكرام. يعني بالفعل هنا لدينا كل يوم العديد من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار إنفاذ أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، فضلا عن تحريك المجتمع الدولي تجاه هذه الأزمة في قطاع غزة. يوميا ما نستقبل العديد من الزيارات. هذا الأسبوع كان أسبوع به زخم من الزيارات الدولية. كان لدينا وفد رفيع المستوى من البرلمان الفرنسي، كذلك كان لدينا زيارة من عدد من الملحقين العسكريين التابعين لسفارات عدد من السفارات بجمهورية مصر العربية، فضلا عن كان لدينا أيضا بالأمس زيارة هامة لكيت فوربس وهي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، والتي أتت إلى مدينة العريش للاطلاع على أرض الواقع. كل هذه الزيارات تأتي لترى حجم المساعدات الموجودة هنا على أرض الواقع والتي تنفذ من هنا إلى قطاع غزة، فضلا عن جهود الدولة المصرية في إنفاذ هذه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضا للتعرف على كم العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي من أجل التلكؤ في إنفاذ هذه المساعدات أيضا. يعني بالفعل بالأمس كيت فوربس كانت لها زيارة إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر، وسمعت لشرح مفصل ووافي لهذا المركز وكيفية وآلية إنفاذ هذه المساعدات إلى قطاع غزة، ومن ثم انتقلت إلى معبر رفح البري ورأت حجم المساعدات على أرض الواقع، وأيضا دخلت من معبر رفح البري باتجاه الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وفي رسالة تضامنية دخلت إلى قطاع غزة وتعرفت على أرض الواقع على الوضع الإنساني الكارثي الذي يهدد المدنيين هناك، والتقت بالمسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني ورئيس أو مبعوث الوكالة الأممية للشؤون الإنسانية. وفي عودتها صرحت بأن لابد من أن نسكت آلة الحرب التي تهدد حياة المدنيين والتي تعكس التدني الأخلاقي للمجتمع الدولي عن السكوت عن هذه الكارثة الإنسانية التي تخيم على حياة المدنيين في قطاع غزة. عن ملف المساعدات الإنسانية، يوميا ما ينفذ العديد من المساعدات الإنسانية، وبالفعل توجهت الشاحنات في تمام 6 صباحا تجاه معبر رفح الحدودي، وهناك ما يعد أكثر من 150 شاحنة اتجهوا عبر معبر رفح البري بجمع الشريط الحدودي ودخلوا كقوافل حتى يتم يعني حتى لا نجد أي فجوة زمنية في إنفاذ هذه المساعدات. أيضا نستقبل العديد من الإصابات التي تأتي عبر منفذ رفح البري، وكذلك لدينا عدد من الوافدين أو الجاليات النازحة من رعاة دولة الإمارات، حوالي 600 وافد أتوا
إلى هنا في انتظار يعني العودة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة. جهود تبذل على أرض الواقع من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية ومن أجل تسهيل وتيسير على النازحين والوفود الأجنبية وتقديم الرعاية الطبية، عمل على مدار 24 ساعة من أجل تقديم كل الجهد من أجل ملف هذه القضية حتى يعني نصل إلى حل لهذه الأزمة الحالية. نعم، أشكرك الزميل أحمد سعد الدين مراسلنا من العريش، شكرا جزيلا لك. أعلن الحوثيون عن شن أمريكا وبريطانيا ضربات جديدة استهدفت محافظة الحديدة غرب اليمن. جاء ذلك بينما لم تعلن الولايات المتحدة وبريطانيا عن شن ضربات جديدة على اليمن. سلسلة ضربات أمريكية وبريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة غرب اليمن. فطبقا لوكالة أنباء سبأنت التابعة للحوثيين، قالت إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بالمحافظة. ومنذ 19 من نوفمبر الماضي نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا من قبل إسرائيل منذ 7 أكتوبر. وفي محاولة لردعهم، شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت أهدافا مشروعة، حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بالصواريخ سفينتين بريطانية وأمريكية، وتسبب ذلك بأضرار بسيطة في السفينة البريطانية، لكن الجيش الأمريكي قال إن السفينة الثانية يونانية وتضررت أيضا بشكل طفيف ووصلت رحلتها. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن الضربات الأمريكية تدفع الحكومة إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، مشيرا إلى أن التحالف تحول إلى عامل عدم الاستقرار. كان الجيش الأمريكي قد أعلن أن قائدا من جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة قتل في ضربة أمريكية في بغداد كانت تحمله الولايات المتحدة مسؤولية مهاجمة قواتها بالتخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. قتل ما لا يقل عن 4 من ضباط الشرطة وأصيب 6 آخرون في هجوم بالقنابل على سيارة للشرطة كانت منتشرة لتأمين الانتخابات في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غربي باكستان. كما قتل 2 من عناصر الأمن وأصيب 9 بجروح في انفجار آخر خارج مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان. وتشهد باكستان اليوم انتخابات عامة تجري على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن يفوز بها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز بمعظم المقاعد. وكانت السلطات الباكستانية قد أغلقت بعض حدودها البرية وأوقفت خدمات الهواتف المحمولة مؤقتا اليوم في محاولة لتعزيز الأمن مع انطلاق التصويت في الانتخابات العامة التي سبقها تصاعد أعمال العنف، حيث وقع انفجاران بالقرب من مكتبي مرشحين انتخابيين قتلى وجرحى في هجمات خارج مراكز الاقتلاع في باكستان. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل: انطلاق فعاليات منتدى شباب قادرون باختلاف لريادة الأعمال والتحول الرقمي. نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا والزميلة شيراز الوفائي، تفضلي شيراز. شكرا منى، أهلا بكم مشاهدينا. وأهم أخبار المال والأعمال: وزير النقل يتابع مع شركة سيمنز الأعمال المدنية لقطاعات مشروع قطار كهربائي سريع.
أهلا بكم. التقى وزير النقل كامل الوزير بالرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية قائد تحالف سيمنز أوراسكوم المقاولون العرب المنفذ لشبكة قطار كهربائي السريع في مصر. شهد اللقاء استعراض تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة، حيث أكد وزير النقل أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة، حيث يجرى حاليا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلومتر ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر. أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري اليوم مع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، حيث شهد سويلم والهجان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة قليوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى الجندي دكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون والترويج للاستثمار في مصر، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات وأن الوزارة حريصة على عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين لتعريفهم بتلك الفرص. من جانبه أشاد رئيس الغرف التجارية الكندية بجهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين، بينما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.99 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.73%، وزاد مؤشر اي جي اكس 70 بنسبة 1.58%. وشملت ارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي اضاف نحو 1.42% الى قيمته. إلى الصين، حيث واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعافي قوي. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق. أعلنت المملكة المتحدة اليوم تمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا حتى عام 2029، حيث ستظل معظم التجارة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا معفاة من الرسوم الجمركية حتى عام 2029 على الأقل، وذلك بفضل التمديد المتفق عليه اليوم لدعم التعافي الاقتصادي طويل الأمد لأوكرانيا من الحرب. يأتي ذلك في إطار التزام المملكة المتحدة بدعم أوكرانيا في أعقاب الحرب الروسية التي أسفرت عن تعطيل سلاسل التوريد وطرق النقل وأثرهم على قدرة أوكرانيا على تصدير البضائع. كانت المملكة المتحدة قد ألغت في مايو 2022 جميع الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا حتى مارس 2024، وقد أعقبت هذه السابقة مبادرات مماثلة من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين. في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر. كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع،
ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا بما يعادل 28% إلى 79.43 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا أو 26% إلى 74.05 دولار للبرميل. استمرار لمبادرة إزرع والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد التحالف الوطني ندوة زراعية بقرية سبك الضحاك بالمنوفية، وتعد هذه المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 500,000 مزارع وتغطي 1,000,000 فدان على مستوى الجمهورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا منذر أبو دوح مراسل النيل للأخبار. أهلا بك منذر، حدثنا عن الجديد لديك. تحياتي لك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذه الندوة تأتي من ضمن مئات الندوات التي يستهدفها التحالف الوطني من خلال توزيع الإرشاد الزراعي والوصول إلى صغار المزارعين، خاصة في ظل توجه الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي مع توزع الملكيات الزراعية على صغار المزارعين، وهناك ملكيات قليلة مما يكون هناك إهدار كبير للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية. لذا يقوم التحالف الوطني استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد هذه الندوات الإرشادية للفلاحين لتعليمهم بالمجان طريق الحفاظ على المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والعدس لزيادة الإنتاج في هذه المحاصيل الاستراتيجية، من خلال كذلك توفير هذه البذور لهذه المحاصيل الاستراتيجية بنصف الأثمان من خلال الجمعيات الزراعية في القرى المستهدفة، وكذلك توفير الإرشاد الزراعي لزيادة الانتاج الزراعي والتي كما أسلفنا الذكر تستهدف 500,000 مزارع على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانية لزراعة 1,000,000 فدان على مستوى الجمهورية. كانت المرحلة الأولى قد استهدفت 100,000 مزارع وغطت 150,000 فدان على مستوى الجمهورية، والآن نستهدف 500,000 مزارع من خلال 1,000,000 فدان زراعي لزيادة الانتاج الزراعي في هذه المحاصيل ومواجهة ارتفاع أسعار هذه المحاصيل من خلال توفير بذور قوية قادرة على إنتاج كميات أكبر وكذلك توفيرها للفلاحين بنصف الأثمان لمجابهة ارتفاعات الأسعار. نعم، منذر أبو دوح مراسل النيل للأخبار، شكرا لك. انتهت أخبار المال والأعمال، والآن نعود مرة أخرى إلى الزميلة منى الشايب. إليك منى. شكرا شيراز. انطلقت فعاليات منتدى شباب قادرون باختلاف لريادة الأعمال والتحول الرقمي. يهدف المنتدى إلى تنمية قدرات الشباب والمرأة وذوي الهمم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب بما يساهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي. تنمية دور ريادة الأعمال وتطور التحول الرقمي أهداف ومناقشات جاءت خلال منتدى شباب قادرون بهدف تنمية قدرات الشباب لريادة الأعمال ودعم الدولة المصرية. المؤسسة دايما بدايتها بدأت التدريب ازاي ندرب الشباب على الحياة، البرامج الحياتية وازاي يمارسوا حياتهم وازاي يستثمروا أفكارهم وإمكانياتهم. بعد كده طبعا بعد التخرج وبعد كده طبعا كنا مستهدفين شباب الجامعه وشباب الثانوي وكده، فبعد كده بيبقى طبعا في ملتقيات التوظيف اللي المؤسسه طبعا عملت كذا ملتقى توظيفي للشباب قادرون. المشاركون بالمنتدى من الشباب وذوي الهمم قدموا نماذج مشرفه لرياده الاعمال والتحول الرقمي وحاضنات الاعمال للمشروعات الناشئه والصغيره. عشان ما فيش حاجة اسمها استسلام، ما فيش حاجة اسمها يأس. في مقولة أنا خدتها الرسالة من ربنا، المقولة بتقول
ما يجعلك مختلفا يجعلك جميلا. بنمكن كل شاب على حسب التخصص بتاعه، هو شايف نفسه في ايه، بناخد المؤهل بتاعه وبنقدم له، بنعمل له دراسه جدوى مع دراسه جدوى، نشوف الامكانيات بتاعته ايه، بعد مده زمنيه نشوف ان هو اذا كان الحاجه بتاعته او رواتب العمل بتاعته هتبقى لفتره مؤقته ولا التنميه اكتر. طاقات شبابية مؤمنة بالعمل التطوعي من خلال ممارسة العديد من الأنشطة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل جيل شباب واعي قادر على مواكبة التغيرات العالمية. جهود كبيرة لمؤسسات المجتمع المدني في تشجيع روح ريادة الأعمال بين الشباب والمرأة وذوي الهمم وتوفير الأدوات والإمكانيات اللازمة للإبداع والابتكار والعمل على تنمية الاقتصاد الإبداعي والذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو المجتمعات. أحمد ممدوح، النيل للأخبار. بانوراما النيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. 100 سنة غنى، مشروع فني من أجل إعادة تقديم روائع الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب على مدار قرن. أكد الفنان علي الحجار أن المشروع الفني الجديد 100 سنة غنى المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يستهدف إعادة تقديم روائع الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب خلال 100 عام والتي تصلح للتوزيع المعاصر بحيث يتم تقديمها بطريقة عصرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني 100 سنة غنى. بنجيب أغاني وموسيقى من التراث الموسيقي، هو التراث طبعا من حق كل الناس، بس يعني الفكرة ان احنا نجيب الأغاني اللي تنفع تتوزع توزيع معاصر ونعملها يعني نحييها من جديد، لانه تسجيلاتها القديمه ممكن الجيل الجديد ما يقدرش يستوعبها، فلما بتتعمل بطريقه عصريه زي اللي هم يعني متعودين يسمعوه، حتى التسجيلات بقت مختلفه، طريقه التسجيل نفسها في الاستوديوهات اتغيرت. ف هو المشروع قايم على كده، على انه بنجيب وانا شغال طبعا على الملحنين مش بالترتيب الزمني، يعني كان ممكن نبدأ مثلا بمحمد عثمان وعبد الحمولي من القرن ال19، لكن يعني مش شرط هنا ان احنا نبدأ بترتيب زمني، المرة دي هنبدأ بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة حماية اجتماعية عاجل اعتبارا من مارس المقبل. شكري يواصل زيارته إلى نيقوسية ويبحث مع الرئيس القبرصي ووزير الخارجية علاقات البلدين والأوضاع في غزة. تواصل سقوط شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المكثف على غزة، وبلينكين يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.